السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن يواصل المنتخب الوطني الجزائري في جلب العديد من اللاعبين المزدوجي الجنسية، وبعد كل من بدر الدين بوعناني وأيت نوري والعروسي وعوار وغيرهم، حيث كشفت اليوم تقارير صحفية فرنسية أن اللاعب الآخر مايكل أوليز لاعب فريق كريستال بالاس الإنجليزية يفكر جديا في اللعب بقميص المنتخب الوطني الجزائري خلال الفترة المقبلة بدلا من تمثيل منتخب فرنسا. وولد مايكل أوليز في إنجلترا عام 2001 لأب نيجيري وأم فرنسية من أصول جزائرية، وهو مؤهل لتمثيل فرنسا أو الجزائر أو إنجلترا أو نيجيريا دوليا، ويلعب حاليا مع المنتخب الفرنسي تحت 21 عاما. وخرج اليوم موقع انسان فوت ونشر منشور عبر صفحته الرسمية في تويتر منشور جاء فيها: ميشيل أوليز يقترب كثيرا للمنتخب الوطني الجزائري، اللاعب مقتنع جدا بهذه الفكرة. وأنتم مشاهدينا الكرام شاركونا الآن بتعليقاتكم أسفل الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.